ايوه اخيرا هربت من البيت، هربت. هذا توم الشرير القط يريد ياكلني، يقول لي انا احب الفرن، انا احب اكل جيري، انا شنو ذنبي؟ هربت بعد ما ارجع ذاك البيت، والله بعد ما ارجع ذاك البيت ما ارجع. هسه خليني اشوف البيت بهاي المنطقه، اريد اشتري لي بيت. انا ما اشتري، انا فار شرير، انا جيري الفار، جيري المشاغب. اوه لقيت بيت، هلا لقيت بيت. اوه الباب ماله مفتوح. اوكي فرصتي، خليني اتاكد وين صاحب البيت، موجود بهاي المنطقه؟ والله ما ادري، ما موجود بهاي المنطقه. اوكي فرصتي، خلي اسوي لي ميو 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 ميو. اوكي خلي ادخل اتاكد. بس عنده كلب حراسه هنا، لو عنده قط، انا اكره القطط، ما ادري ايش يسمون هذول، جيري اسمه توم اللي يطلع لي هنا ياكلني. اوه خلي اتاكد، هاي المنطقه حلو ما بيها فئران، عفوا ما بيها بزازين. اوكي فرصتي. هل اوه جاي اسمع صوت من هذا البيت، جاي. اوكي خلي اتاكد شنو هذا الصوت. اوكي اصعد يا فاره يا شرير. اوه والله البيت حلو. اوكي ما حد داخل البيت، حلو. يعني اذا ما حد داخل هذا البيت اقدر ادخل هنا واعيش هنا واتخلص من هذا توم الشرير اللي يريد ياكلني، واتخلص من الكلب دوغ. اوكي اوه حلو. هل تشمونه؟ ما اشم، اشم ريحه جبن، اشم ريحه جبن موجوده من هاي. منين جبن؟ اعتقد هنا بهذا الصندوق. لا ماكو هنا، لا ماكو ولا هذه الجبن، وينه؟ والله جاي اشم ريحه جبن. اوه انا كمبيوتر موجود. اوكي مو مشكله، انا جاي اشم ريحه جبن. اي جبن، نم نم نم. جوعانه، ما دام هذا البيت بيه جبن راح اعيش هنا، حتى كل ما يجي صاحب البيت اخذ من عنده جبن. شنو هاي؟ اعتقد اكو مكان سري تحت. اوه مكان سري، ولا ادري. لقيت لي بيت جاهز. او ماي جاد، بيت جاهز. واو هنا انا عندي ميز وطاوله، هنا انا عندي هاي شنو مدفأة ما ادري شنو، هنا انا عندي صناديق. واو ولي عندي سرير، عندي سرير، او ماي جاد عندي سرير. هلا اوكي انا راح اعيش هنا. اوكي خلي اسد الباب هسه، حتى ان شاء الله لا راح اعرف الباب مفتوح، لان صاحب البيت ما يقدر يدخل، ما يقدر يسوي شيء. اوكي حتى بس يدخل يتفاجئ من يشوفني. اوكي راح ارتاح هسه شوي على السرير، حتى ان شاء الله بس راح يصير الليل اروح اسرق هذا البيت كله، اتاكد اكو جبن، اكو حلاوه، اكو شغلات حلوه اكل، احلى شيء الجبن عندي بالحياه. اوكي اصعد هسه، اصعد يا جيري، اصعد على السرير. اوكي هسه خلي لا انا جيري ما انام على السرير، لا ما انام على السرير. اوكي مو مشكله، خلي انام هنا. انا هلا وصلت البيت مالي، واخيرا انا الفار اسمي حميد. اليوم راح ارجع لبيتي وان شاء الله راح انام، بس قبل اروح انام خلي اروح اكل ذيك الجبنايه اللي حطيتها فوق، خلي اكلها. اوكي خلي اي اصعد. هاي شنو وين الجبنايه مالتي؟ عجيب والله، هاي شنو؟ منو فاتح الباب؟ هاي شنو هذا الصوت؟ اكو شخص شاخر. هاي شنو جيري هنا؟ جيري ايش تسوي في غرفتي؟ جيري منو 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 منو؟ اقعد، عفلي بيتي، خلص. منو؟ اطلع علي حميد، هذا بيتي، اطلع يلا. العفو دقيقة يلا روح اقعد، هاي غرفتي، ما حد يدخل لها، بس انا غرفتك، بس انا حميد. انا سويت هاي الغرفة، انا جيت لهذا البيت لقيته مهجور ودخلت هنا وحصلت هاي الغرفة. هذا مو مهجور، هذا البيت مالتي، بيت حميد، هذا بيت حميد، هذا سرير حميد. هذا بيتك، اذا هذا البيت مالك، شنو كان موجود هنا على الطاولة؟ شنو كان موجود؟ كان اكو جبن، خلاص هذا جبن مالتي ودي اللي اخذته. اسمعني يعني هذا الجبن اللي كان موجود، مو جبن مالتي هذا، انا اللي اشتغلت عليه وجبته. شوف ايش راح اسوي بهذا الجبن جاي تشوف دقيقة. شوف ايش راح تسوي؟ لا انا جبن مالتي، اغلي جيري انت. خدعتي وكتلتي وخذيتي بيت. اوكي هسه خلي اذا اخذ برضه. اوكي خلي اكل هذا الجبن، والله الجبن هذا موت عليه بشكل مو طبيعي. اوكي خلي اكله. الطعم خيالي يا فئران. اوكي خلي ارجع هسه ارتاح، حتى اي فار يجي لنا بكتله، وصاحب البيت هذا بعدين يشوفه منه. اوكي خلي ارتاح. اوكي واخيرا وصلت البقاله، هسه راح اشتري شوي جبن، لان انا شنو هذا الصوت؟ لاقوني يا ناس، هاي شنو هذا الصوت؟ جاي اسمع صوت غريب. هاي شنو؟ هلا البطل انجلا شلونك؟ انت منو؟ انا توم، انت شنو؟ انت شو اسمك؟ اهلا توم، هلا انا اسمي فاطمه،
اسمي فطومة. اوه فطومة القطة فطومة، والله كلش حلوة انت. شكرا. شكرا. اقول لك انقذني هنا. شنو شكو ايش في ايش في ايش في شنو هنا هنا جيري موجود هنا، الفأر جيري الشرير جيت بيتي، اريدك تنقذني اريدك تكتلي. طيب 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 خلاص خلاص خلاص. طيب انت تخافين من الفئران انجلا او فطومة؟ اي انجلا يعني شكلك يشبه انجلا. المهم اذا مو مشكلة. طيب اكو كلام كلش ما اريد اقول لك اياه. اوكي شنو هو الكلام؟ بس لا تقول لي تحبني. والله احبك الصراحه، ليش تكذب عليك؟ بس اي شكرا اوكي. بس قبل لا اروح اكل هذا الفأر او قبل لا افترسه، اريد المتابعين يضغطون لايك ويشتركون بالقناه ويفعلون جرس التنبيهات حتى اروح اكل الجيري. ايش رايك؟ اوكي شباب بنات الله عليكم، ضغطوا لايك واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيهات حتى هذا الفأر حتى هذا توم يروح ياكل جيري ويخلص من عندي. اوكي اكتبوا بالتعليقات توم البطل. اوكي اي توم البطل تمام. هسا انجلا او فطومه هسا اريدك تروح البيت خالك او عمك حتى اروح الزمه لوحدي. اوكي لازم اسوي له فخ وكمين وما ادري شنو، فلازم هدوء ولازم هواي شغلات لازم نسويها. اوكي فلازم اكون لوحدي. اوكي ايه بس عندي طلب. ايه من تقتل هذا الفار اريدك تتصل علي وتقول لي قتلته. اوكي اوكي خلاص فطومه، يلا مع السلامه فطومه. يلا حسن بس نسيت اقول لك الثلاجه فارغه، ممكن تجيب اكل من البقاله؟ اوكي ما عليك، راح اترسل في الثلاجه جبن. اوكي لا مو جبن، سمك. اوكي خلاص راح اترسل يا سمك. اوكي يلا مع السلامه فطومه. مع السلامه. قالت اكو جيري هنا يعني يروح ويفلت مني، مستحيل يفلت مني، يعني هرب من ذاك البيت اللي كنت فيه هاني واجى لهذا البيت حتى يختبئ. لا ما تعبر علي. اوكي هسه خلي انتظر هنا، اول ما يطلع يمين بالله لافترسه. ايوه اخيرا صحيتي من النوم، الحمد لله والشكر. اوكي انا جوعان احتاج شويه جبن. اوكي خليه يطلع منها، خليه يتاكد ما حد موجود. كذيتك كذيتك، ما تقدر ترجع، قفلت عليك الباب. لا توم الزمك. شلون عرفت مكاني؟ هسه راح الزمك وراح اسوي كباب مشوي. يلا بسم الله. لا توم اسمعني، ادي كلام مهم. شتري يلا اخر كلماتك تقدر تقولن شنو؟ شتري توم دور وجهك، شوف مرودك بالشباك، دور وجهك. لا ما قلب وجهي، ما تعبر علي. ذاك شوف سمكة عملاقة شوف ذي سمكة ايش روح. تعال يا كلب يا كلب. الا 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 ما تقدرني يعني نصبت علي هاي المرة، والله لو اوريك المرة الجاية. طيب اريد اسألك سؤال توم، شنو هذا السؤال؟ قل لي شنو. والله لا اوريك. اني مو خليت الكلب يعضك ذاك اليوم، اريد اشوف هاي المرة شلون تعاقبني. ما تقدر تعاقبني. اني توم العفو، اني الفأر الشرير، ما تقدر تسوي لي شيء. خلاص راح نشوف ايش راح يصير فيك. اوكي ما دام هو عرفني كشفني، جت لي خطة شريرة. اني توم مدبر الافكار الشريرة. اوكي اللي راح اسويه، راح اخذ ستاك جبن او ستاك تشيز وراح اسوي له فخ. اوكي راح اسوي له بهذا الشكل. اوكي اطلعه من برا ولازم اوقعه بهذا المسبح، لازم اليوم يغرق حتى بعدين اطلعه واحطه كباب مشوي. اوكي هسه بس خلي اروح ازبن هنا ورا هذا المحل وانتظره لين ما يطلع. اوكي خلي ابقى ابو على من هاي الجهة، اول ما يطلع خلي يضحك عليه. اوكي جوعان، اريد اكل يا ناس، اريد اكل. اوكي جاي شم ريحة جبن بعد. اي جبن واخيرا اتحقق حلم حياتي، احصل الجبن كثير. واو وهذا الجبن وين يوديني؟ هلا جبن. او بس لا اذا اقفز بالبحر اعتقد هاي البحيره راح يصير هنا عندي بحيره جبن. يلا خلي جبنه اصفر. اوكي شلون اصعدنا يا جيري اصعدنا. يلا واحد اثنين
هاي شنو الحفرة؟ يا ناس طلعوني راح أغرق، ما أعرف أسبح. يا ناس طلعوني طلعوني من المسبح، يا ناس ساعدوني 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 شو صعدت ساعدوني راح أموت. أنا شو ربي طلعت، ما أريد جبن، ما أريد هذا الجبن، ما أريده ما أريده ما أريده، ساعدوني. نجحت الخطة، نجحت الخطة. توم الشرير. أيوه هسه راح أكلك، راح التهمك. والله لا بريك. اسمعني. شو تريد؟ راح تاكلني. إيه راح أكلك وراح أسوي كباب مشوي. طلعني من هاي، طلعني من الماي. ما طلعك. ما طلعك. خلاص بعد. ما اي شيء ما يعبر عليه. خلاص انت هسه راح تصير كباب مشوي. خلاص راحت عليك. انجلينا صديقتك القطه. ها شنو شبي يعني؟ واقول لك ايش قالت عليك. الله اني من البحيره. اقول لك ايش قالت عليك. ايش قالت علي؟ انجلينا قل لي ايش قالت علي؟ ايش قالت؟ شكرا. ايش قالت علي؟ دقيقه خلي اتاكد. ماكو خلاص، ماكو طلعه، خلاص روح انقلع، روح خلاص. انا سديت برجلي هاي، بعد ما تقدر تدخل، ما تقدر تدخل. خلاص راح اقول لك. اسمعني، اذا اقول لك شنو قالت عليك انجلينا، راح تخليني ارجع لبيتي بس هاي المره وتسامحني بس هاي المره. هي راح اقول لك لا ما تقدر بعد خلاص. توم شري، والله انت توم شري. سويت هذا الكرسي بعد ما تقدر تدخل اخوي عامر. ويلا هسه راح اسوي كباب مشوي. اوكي خلي اشغل الطباخ. اوكي خلي ياخذ. تعال 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 تعال. اوكي تعال. قضيتك بيدي. عفني. قضيتك بيدي. والله لا اوريك هسه. لا تاكلني. اسمعني راح اشغل الطباخ. يلا جاهز. حارة. طيب راح خلي اقول لك انجلينا ايش قالت عليك. اوكي راح ارجعك. اوكي بس لازم تقول لي ايش قالت علي او قصدك ارجعك للطباخ او الميكروويف. اوكي راح ارجعك. اقول لك بس المقابل تطلق صراحه هاي المره. ايش قلت؟ اوكي خلاص راح اطلق صراحه. اوكي طلقت صراحك. اشتريت. اسمعني، شلون اكذب علي؟ والله ما اعرف من وين هي انجلينا؟ ارجع قصدك وادخلك بالطباخ هسه تنصمت؟ والله اصمتك صمت. انجلينا الحمارة. احترم نفسك مو حمارة. انت اول حمار. احترم نفسك ورع. نم. انجلينا هذا هو بزونة او قطة. انجلينا القطة مو صحيح. انجلينا القطة. ايه القطة ما تعرف انت؟ ما تعرف اللي لونها احمر، صاير لونها احمر. لا مو احمر، وردي لونها. ايه عرفت اكيد. كنت اختبرك. طيب سمعت انجلينا تقول انه توم هو افضل قط في العالم كله. صدق؟ ايوه سمعتها تقول معجبه بيك وتحبك وصار لها فتره تبحث عليك. اوه ماي جاد. تتزوجك بس مو تقولها. انا قلت لك وقلها. تريد تتزوجني صدق؟ لا. يلا تعال ارجع المكان مالتك. ارجع بس خليك لك بعد شغله. اوكي شنو هاي الشغله؟ قل لي خلاص. انا هسه سامحتك. اوكي وخلص. وظني 42 حبه جبل. قالت صديقتك انجلينا، قالت اذا توم القط راح يشتغل خدام عند الفأرة جيري اسبوع كامل راح تتزوجك. والله هي قالت. انا سمعت. طيب خلاص اذا قالت هذا الحكي. اوكي انا تحت امرك استاذ جيري. اوكي اوكي اسمعني. انا راح اتصل هسه بصديقتك انجلينا واقول لها توم موافق يشتغل عندي خدام ومقابل تتزوجينا بعد اسبوع. ايش قلت؟ تمام خلاص يلا. اوكي تحت امرتك انا يا استاذ جيري. عندك اي شيء كامل لمده اسبوع اقدر اسوي لك؟ اول خطوه دقيقه. بما اني صرت ثاني القائد مالك والمسؤول هنا بهذا البيت، بوس رجلي. يلا بوس رجلي. بوس. عافيه. اوكي خلاص. انا ريحتك مو حلوه. طيب الخطوه الثانيه، انا راح اقعد هنا وخر. اوكي يلا تفضل. انا صرت حاجه هذه. هسه اريدك تروح تجيب لي جبنه فرنسيه اصليه، جبن اصلي. اوكي يلا هاي ستاك جبن هاي على حساب. خذ. والله بعمري حياتي ما ماكلت جبن. طيب
هسه بدي اشتري لي بيت. دقيق تعال شوف شوف وقت وقت. شنو شتري اريدك تعال تعال شوف تعال 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 تشوف ذاك البيت اللي هناك تشوفه. هذا البيت بي قلي اريدك تروح تنظفه وتخليه بيتي اللي انا مليت من هذا البيت القزم الصغير. اريد هذا البيت يصير لي نظفه يلا تعال اشتغل. شباب بنات حاسس انه هذا الورع جيري جاي يخدعني. اوكي جت لي فكره. خلت تفضل اوكي هلا يلا. كذب علي مو كذب علي مو لا 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 انجلي راح اقابل انجلي. تعال لا ما اريدها تعال يا حفار يا ورع قضيتك بيدي. عوفني ماكو عوفني. والله راح اكلم صديقك انجلي نقلت. والله للطباخ هسه للطباخ لو وريك يا ورع. لا اسمعني يلا جاهز. ماكو كلام هسه لا حط الكباب مشوي. ماكو يلا بالطباخ راح اشغل الطباخ. واحد اثنين اجلينا اوكي هسه راح تتأدب بالطباخ. اخيرا وصلت للبيت. هلا هلا انجلينا شلونك حياتي. واو انت اليوم كلش حلو. اي وترى على فكره قضيت الفقر الجيري وخلاص هسه طبخته بالطباخ وهسه رح ناكلها. اوكي والله العظيم تريد اشوفك اياه. تريد اشوفك راح اتزوجك. هاي شنو ورا تكذب علي. اطلع برا والله ما كذبت عليك والله كان بالطباخ لا تبكي لا تبكي. والله هسه كان بالطباخ طبخته ما ادري وين طفر. ها شنو انت ايش وعدتني راح تمسك هذا الفار. شنو بيدك كان بيدك سيف. لا تقولي راح تقتلني انت ليلى. لا تقولي راح اسمعني اني احبك. اسمعني يعني امن احبك بس اسمعني ليش ما قد لازم تقتل هذا الفار حتى اتزوجك. اريد اتزوجك ما يصير. لا شنو طيب شلون هسه شنو الحل شنو الخطه شنو نسوي. اسمعني إذا تريد تتزوجني تقتل هذا الفار. أوكي والله قتلته دخلته بالطباخ بس ما أدري وين راح. شلون ورطها شو أسوي. أنا مالي علاقة راح أعطيك يوم واحد راح أروح الخوالي أقعد هناك في البيت. إذا ما قتلت القط اسمه الفار خلال يوم واحد راح أخليك كباب عرور. أوكي مو مشكلة. شباب بنات انجلينا دا تقول لي إذا ما تقتل هذا الفار اللي هرب هسه راح تحطني بكباب مال بعرور ما أدري شنو. هسه شلون ورطني وعفته هنا أنا بالطباخ. والله مو وضعي هاي. لا تضربني خلاص راح أشتغل أوكي.